شباب البوم. بوم بي أو إم بي بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم. بوم 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 شباب البوم، يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون نياز، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلق الأجمل واقع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. حنا الشباب المتفائل بدون نياز، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلق الأجمل واقع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. شباب البوم يا للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. نضل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. نضل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهام، ليل الصعبة تصبح سهلة والمر حالي والمر حالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفة هالشمال هالشمال. أكسر روتيني واتمرن على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفة هالشمال هالشمال. حنا شباب البوم، حنا شباب البوم. ما شاء الله تبارك الله، البيت عجبني ونفس المواصفات اللي انا بيها يا عم. اسمع، اذا انت صامل هالحين نروح للمكتب ونكتب العقد، لان البيت تو عرض علي اليوم، ولا واجد اللي يتصلون علي يبونه. لا 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 لا، ابيه البيت، بس ودي اسال عن الجيران، وش وضعهم؟ في غثة؟ في ازعاج؟ بزران؟ لا 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 لا، ما من ازعاج ابد، جيرانك هذول من كثر ما هم هادين يحسبون هالبيوت مهجوره. زين، أجل على بركة الله. يا عامر، سمي الغالية. خذ الشاهي ولك هوا. الله يكثر خيرك يما، ليه هالتعب؟ عندنا بالاستراحة قهوة وشاهي. مو هو بالاستراحة، هذا البيت جارنا الجديد اللي سكن جنبنا، خذه وقول له إن الوالدة تبي رقم زوجتك عشان يكلمونها يجونها يزورونها هي والجيران. أبشر يما. السلام عليكم. خير خير يا ابو، ايش في؟ رد السلام يا اخي، قلنا السلام عليكم. يا اخوي كسرت البيت يا اخوي، لعبت فيه يا اخوي. وعليكم السلام، خير وش تبي؟ انا عامر ولد ابو عامر، هذاك بيتنا، وهذه شاهي وقهوه جايبتها امي ضيافه لكم. في احد اشتكى لك قال لنا احنا نبي شاهي وقهوه؟ انا من يوم ما شفت القفازات السود وانا غاسل ايدي، شكلك من عشاق القهوه السوداء. اتحداك يا باريستا. اقول حبيبي روح لبيتكم، ها خذ الشاي والقهوه وودها بيتكم وتقهوا. لا عاد اشوفك عند باب البيت، ها؟ بس امي مسويتها وتعبانه. يلا 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 توكل على الله. يلا متجملين معك حنا. يلا توكل على الله. يلا طب خذها بس مجامله يعني. ايش في ذا؟ وشو له رجعته؟ رفض يستلمها وقفل الباب بوجه النفسيه. رفض يستلمها؟ والله من سلوبك اللي مثل وجهك. تاني عرفت على نفسك، قلت انا عامر ولد ابو عامر. لكن ماش قليل دبرة. أنا قليل دبرة؟
قسم بالله سويت كل اللي قلته. ما ظنتي، أنا متأكدة إنك أخطيت على الرجال، ولا ليش يقفل الباب بوجهك؟ أنا بروح أصلح الموضوع مع الرجال، وأنت انزله وخر عن وجهي. سم سم، أبيكم يا جماعة تروحوا معي نعزم جارنا الجديد على ذبيحة. فنان فنان، لا فض فوك يا أبو عامر. كفو كفو أبو عامر، حق واجب، استاهل جارنا الجديد الذبيحة. يا إيباه يا إيباه، والله هذا الآدمي ما يستحي، ساعة عند الباب ما يفتح. والله إنك صادق، ساعة ننتظر يا جماعة، خلاص مشينا يا جماعة. استهدوا بالله، يمكن الرجال مريض مو موجود. العين أبو الحظ ليكم أشكب. وش عندكم أنت؟ أبو عبيد جابك الله، نبيك تعطينا رقم المساج الجديد، نبي نعزم حنا يا أهل الحارة. ومن قالك إنه يبي عزايمكم؟ هذا رجال له اجتماعي ولا يبي يتعرف على أحد من الجيران، يلا توكل على الله. عجيب. يا الحبيب. هلا. طالب طلبية؟ لا، بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصدرية، ممكن تسلم عنه؟ أقول يا طيب، الطلب لي أنا، لي أنا، أنا اللي طالب الطلب يا أخوي. أخوي اصبر اصبر. سلامات يا جار، طالبني بر. يخرب بيتك، الحارة كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات هات، وش دخلك يا اخوي؟ ما تنام انت؟ حرقت حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراك مشخص الموضوع انت. سلفت ذا. هلا عامر. انزل انا عند بيتكم، بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده. يلا من قدك. اسمع يا درج، انا بالاستراحه، شكرا مقدما. عطى سليمان موجود بالبيت، وتعلنا بالاستراحه. يلا يلا اوكي باي. لا لا، بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ إيش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كده سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنه ما يحبون الكرة. أسمع يا عامر. إي عامر يا أبو. ها وش تبي أنت؟ لا لا، الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح، إيش الهرجة؟ جارنا وضع مريب، أنا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه أصوات غريبة. وراك فهيت أنت وياه اللي سويته يا أبويا. إيه، بيوت الناس لها حرمة، عيب تقعد تتصنت عليهم، وخصوصاً إذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، أصوات مواصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. السلام. عامر، إيش وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفه غير طبيعيه، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه ولا ياسر ما يعرف حرمه البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح لبيتهم واعرف سالفته. يلا مشينا. يلا. يا عيال هذا بيته. ليه ما نوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج، تبيهم يكشفونا. يا عيال تسمعون الصوت؟ اي والله، صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه، الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننتظر، نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته
ارجع عند السيارة وراقب، وإذا جاء الرجال دق علينا، أوكي؟ يلا 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 ياسر، أنت أطولنا، شوف شغلك. يلا الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى اهدى، وانا طالع من هنا الين ما اعرف ايش السالفه. اسكت انت. احنا جينا نساعدك. اطلع برا، اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. ابو عامر كيفك؟ كفته؟ ياوا زاد. انا اقول وش هالسيارة اللي عند بابنا؟ ايوه انتظر ولدك عامر وياسر وشكوش. وين فيه بيتي؟ سر ما اقدر اقول لك. عجيب والله. خليني اساعدك بالاغراض. اي والله الله يعافيك، حطه بالحوش. هيا هيا. يا عمي خلنا الحرامية، يلا نمشي. كفتة، هلا كفتة، متأكد؟ طيب طيب جاي عيال جاي. تنكبره أنت، حط على الصامت. كفتة اسحب عليه ذا البزر، ما دق علينا إلا يوم رجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين يا عيال؟ لازم نزمن، وإذا ما قدرنا ندق على الشرطة، قسم بالله مسكنا ذا النفسية نذبحنا.
قلت لهم اطلعوا برا يا حرامية، بس الظاهر انهم حسوا فيك ونحاشوا. زين انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح وترك الباقي علي. خلني بشوف من اللي دق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش. خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر، متاكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحه، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغى احد يساعده وينقذه منك، بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، احنا عيب واقفين عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه من عند ابو عامر اللي ولدوه. عندكم يوسف عندي بعد تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا لا؟ لا ابشر ابشر ابشر، الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد، في رجال بيدخل عندنا درب. هيا هيا امشي امشي قدامي. هيا تفضل. هيا تقهوى. اعطي الشايب اول. اقول لك في اصدقائي عامر وياسر وشكوش. اخوياك موجودين في الحفظ والصون، هالحين انديهم لك. اجلس استريح، انا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا اني موجود. كفته خلوا علي يا النكبه، لا تدق، انتظر برا لين يجيك، تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ أنا أخوكم وجاركم زيد. على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وأنا فخور فيكم ومبسوط أني ساكن في حارة فيها شباب أمثالكم يخافون على جيرانهم، بس للأسف أنتم فاهمين الموضوع غلط. أغبياء جار أغبياء، تعال يا عامر، طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. أنا أقول تعالوا تعالوا خلني أقهويكم وفهمكم السالفة كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفة؟ ما أدري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. أنت روح ولا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابة أنت، امش امش. وأخوي يبغى يسبقني وياخذ ابوي عنده في البيت الحاله، ويبي هو اللي بر فيه، خصوصا ان ابوي اكل حمد الله على كل حال. ابوي عنده المرض الخبيث في رجله، للاسف ان لما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسم. الحمد لله على كل حال. بصراحه قلت ابغى اكسب اجر ابوي واخذ بره لين اخر يوم في حياته، وخصوصا ان ايامه معدوده وهذا علمه عند الله. فكرت اي فكره، قلت لازم انا ابر فيه. صراحه الفكره اللي جت في بالي اني انحاش من كل الناس، واني ادور لي فله واستاجرها واجي انا ابوي فيها وابر فيه، على الأقل إني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياتك. يعني ذا أبوك؟ إيه
الناس كلهم عشان أقدر فيه آخر يوم في حياته. عاد تكفون يا عيال، أي أحد يسأل عني لا تعطونا أي معلومة، وخصوصاً أخوي. ما بيجي وياخذ أبوي مني، أنا لا يمكن أخلي أحد يجي ياخذ أبوي، أنا ودي أبر فيه يا عيال. اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه، الله يرزقنا بر عيالنا. اللهم آمين. بصراحة أنا ما أدري وش أقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وعلى إذنكم عيال، أنا بروح أشوف أبوي، أخاف يحتاج شيء وأنا ماني بعنده. أذركم. يا أخي ما شاء الله عليك، يا رب شيء علينا. ما عندك استراحة يا وليدي، تروح وتريح لي؟ الاستراحة وسلمناها، واخذنا عهد أنا وأخوياي أن نقضي باقي أيامنا في رعاية والدينا. وأنا أطلب منك شيء، فارزني، انزلع، شايفني محرول قدامك؟ لا 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 لا، بسم الله عليك يبا، لا لا ما أنت محرول، بس أنا ودي أبر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الأجر، خلنا أبر فيك لين ما تموت إن شاء الله. عجيب والله، أنت انهبلت أنت. خبر عاجل، بعد توفيق من الله في الساعة الثالثة فجراً تم القبض على المطلوب جزاء بن إذعار مع مرافقه زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزاء ومرافقه زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة، وقد أصيب جزاء ولكن لاذ بالفرار. كذاب. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيال. حنا الشباب المتفائل بدون قياس، وصف حاجة جدا سهلة من الأساس، خلف الأجمل وضع أجمل حسب خيالي حسب خيالي. بوم 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 شباب البوم يا والفخر والعزة هم فرسان. نضل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب، ليل الصمد تصبح سلا والمر حالي والمر حالي. نضل بيبان المستقبل إلى السحاب، نسبح عكس الريح وننجح ولا نهاب، ليل الصمد تصبح سلا والمر حالي والمر حالي. شباب البوم يا الخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. أكسر روتيني واتمرد على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال. أكسر روتيني واتمرد على الفراغ، واخرج واركب واطلب فكري من الدماغ، لين العالم يقف وقفتها للشمال للشمال.